الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه من تفريق المتظاهرين. من جانبها اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن فضيحة الفساد التي تقترب شيئا فشيئا من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حاليا لا تهدد فقط حكمه، بل كشفت انقساما يتفاقم بينه وبين حليف سابق ويمزق الحكومة. من جانبه اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم عددا من السفراء في بلاده بالضلوع في أعمال استفزازية على خلفية قضايا فساد ورشا تسببت في هزة كبرى لحكومته مؤخرا، ولوح بطردهم من أنقرة دون أن يحددهم. وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها بمدينة سامسون المطلة على البحر الأسود بشمالي البلاد نقلتها الصحف الإخبارية التركية، إن التطورات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة كانت لها أبعاد دولية، وللأسف تم تنفيذ هذا المخطط من قبل عملاء في الداخل، مضيفا أن هذه العملية تجرت دون علم قيادات الأمن والرتب العليا وكانت موجهة بالأساس ضد الحكومة. ولفت أردوغان إلى أن تدخل بعض السفراء الأجانب في الأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا أمر يدعو إلى الدهشة، داعيا إياهم للالتفات إلى أعمالهم لأن تركيا ليست مضطرة إلى استضافتهم، ووجه انتقادات لحزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد. وللمزيد من التفاصيل يسعدنا ان يكون معنا اليوم في هذه الحلقه معنا الضفاف المتوسط الدكتور صفصافي احمد استاذ الدراسات التركيه كليه الاداب جامعه عين شمس. مساء الخير يا دكتور واهلا بحضرتك. خلينا الاول نبتدي بجامعه فتح الله جولن. قريت شويه حاجات كده عنها، لها مريدين يقدرون بالالاف، بتستثمر اموال كبيره في الجمعيات الخيريه وفي شؤون التعليم، بتمول عدد من الصحف والقنوات التلفزيونيه، يعني هي جماعه قويه لا يستهان بها. هل ستكون هي القشه التي ستقسم ظهر رجب طيب اردوغان وحكومته وحزبه ايضا؟ للحقيقه والتاريخ جماعة فتح الله جولان جماعة دعوية اجتماعية في المقام الأول. تمام. تمتلك كثير من الإمكانات المادية والبشرية التي تخدم الدعوة الإسلامية على مستوى العالم. لكن اتجاهها من أين تأتي يا دكتور؟ بس خطوة. من أين تأتي بهذه الأموال؟ يعني استثماراتها جاية منين؟ لا شركات. شركات. هولدنج، عدة شركات وداخل في جميع في شتى المجالات في داخل الوطن. كويس. يعني لها مؤسسات تعليمية، لخدمة المؤسسات التعليمية لها مصانع للكشاكيل وللكتب وملابس الطلاب وكل هذه الأشياء. ثم بعد أن غطت تركيا ودول تركيا الإسلامية في وسط آسيا بدأت تنتقل بدعواتها إلى خارج تركيا. هدفها الأول هو تنشئة المواطن الصالح المتربي أو المنشأ على نمط أخلاقي وسلوكي معين يحفظه من كل المغريات. فعلا هي جماعة واسعة الانتشار، تمتد جذورها إلى السنوات الطويلة. هي وقفت بالفعل خلف حزب العدالة والتنمية وشبابها، بنين وبنات هم الذين أوصلوا حزب العدالة والتنمية للحكم في سنة 2002. لماذا؟ لأنها فعلا ربت أجيال منذ البداية على الحب الحرية والديمقراطية وحب الوطن. نجح فتح الله جولان بذاته أن يخلق في المجتمع التركي ما يسمى بالحوار المجتمعي. يعني جلس مع رئيس الوزراء سابق بلند أجاويد، وكان معروف أنه اشتراكيا، جلس مع كل زعماء التيارات الإسلامية الأخرى اليمينية واليسارية ومع العلويين ومع الأكراد، بحيث يخلق نوع من الائتلاف والحوار المجتمعي، بحيث نجلس جميعا على منضدة واحدة، الشيوعي مع اللاديني مع المتدين مع السلفي، لكن الهدف هو واحد، هو خدمة الوطن. نجح هذا التيار أن يكون له مريدين كثيرين في الأوساط الثقافية والإعلامية وشتى التيارات التي كانت تتحكم في البلاد أيام نجم الدين أربكان.
لما انفصل حزب العدالة والتنمية مجموعة أردوغان وعبد الله جول وأرينش والمجموعة دي عن نجم الدين أربكان وكونوا حزب العدالة والتنمية، وجدوا فيه أنه هو الذي سوف يحقق الوحدة الاجتماعية، الحوار المجتمع الذي ينهض بالمجتمع التركي. تمام. وقد نجح في البداية فعلا حزب العدالة والتنمية في أنه ينهض بالمجتمع التركي، ضاعف الإنتاج، نشر التعليم في كل المناطق التي كانت خالية من التعليم. في آخر تصريح قال أردوغان أنه هو جعلوا 17500 كيلو متر من السكة الحديد مزدوجة، يعني بيعملوا خدمات كبيرة. لكن جاءت نقطة صدام بينه وبين فتح الله، مجموعة فتح الله جولان، أن مجموعة فتح الله جولان كانت لها مدارس زي المراكز اللي عندنا في مصر دلوقتي اللي بتدي الدروس وتدي دعم للطلبة، كان عندهم مدارس تدرس للأولاد المواد التي سوف تؤهلهم للدخول للجامعة كويس، حتى يضمنوا مجاميع كبيرة فتؤهلهم لدخول الجامعات ويكونوا في البدايات أو في القمة. في الوقت نفسه قبل حزب العدالة والتنمية نجح أربكان في أن يجعل خريج الإلهيات زي أصول الدين عندنا في مصر وخريج الأئمة والخطباء زي المعاهد الدينية أن ينضموا إلى الجيش وينضموا إلى الشرطة، وده كان ممنوع قبل ذلك. فهو الآن يظن أن هذه قد انقلبوا عليه لأنهم لم يخبروه بما حدث من هذه الرشاوة قبل أن يقوموا بضبط. فكانت النتيجة أنه أغلقوا بعض هذه المدارس التي كانت تؤهل الطلاب للدراسة. يعني هو بس هو كده وضع نفسه في صدام حقيقي بالضبط مع جماعة لديها من الإمكانيات والتأثير على المجتمع التركي ما يكفيها لربما يعني نوع من التهديد، أنهم يعملوا نوع من التهديد ضد أردوغان وحكومته، وهذا ما سيتضح في شهر مارس القادم في الانتخابات البلدية. لأن هم لهم خدماتهم أصلا موجهة، خدمات مجموعة فتح الله جولان للطبقات الدنيا للمجتمع للقرى للريف، طوروه إلى أبعد الحدود، يعني طوروا هذا بجهودهم بالتبرعات الخيرية. طب يا دكتور في ترتيب من وجهة نظر حضرتك سياسي ما للكشف عن تهم الفساد في هذا التوقيت ضد أردوغان؟ هو تحوم حتى شبهات إلى بعض أقرباء أردوغان نفسه لكن لم يفصح عنها بعد. والآن أردوغان في صدام مع مجموعة، عدة مجموعات، مجموعة الوزراء الذين ضبط أبنائهم متلبسون ببعض الرشوة، مجموعات أخرى في الإنشاءات وفي المقاولات. أنا بتكلم على كده، يعني هل من الطبيعي أنه الضبطيات دي كلها تحدث في آن واحد في هذا التوقيت، أنه يكشف بهذا الشكل عن بعض الاشتباهات الخاصة بأمور تتعلق بالفساد؟ مما لا شك فيه أن هناك جهات يهمها هذا، سواء من داخل الحزب أو من خارج الحزب أو حتى من داخل تركيا ومن خارج تركيا. كويس. هذه الجهات التي تشير إليها حضرتك يا دكتور هي داخلية فقط، لأنه رجب طيب أردوغان بيتهم الخارج وبعض السفارات الأخرى في أنها بتتدخل وأنها الضلع الرئيسي في هذه الوقائع. أنا لا أستبعد أن تكون هناك بعض الدول يعني متلبسة إن لم تكن متعاونة في مثل هذه الأعمال، ويعني بدون أن نذكر أسماء أو إن كان لابد أن نذكر أسماء، هناك الموساد الإسرائيلي هم أن تتخلخل الأمور في تركيا، بقايا مجموعات الأكراد هم أن تتخلخل الظروف في تركيا، العلويين الذين يهاجمهم أردوغان في كل لحظة في سوريا بدأوا أيضا يتحركون. فداخليا الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة بعد أن اتجه أردوغان وذهب إلى روسيا الحالية وعقد معهم صفقات تجارية تصل في ظرف حتى سنة 2020 إلى 100 مليار دولار، واتفق مع روسيا على عمل مفاعل نووي على البحر الأسود. هذه الأشياء كلها أقلقت طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أنه إسرائيل يعني لديها من العلاقات المستقرة أو الطبيعية خاصة في المجال العسكري
ما يكفيها بينها وبين تركيا؟ شبه تكاد تكون شبه مجمدة إلى حد ما منذ 5 أو 10 سنوات السابقة، لكن ما أقلق أيضا الولايات المتحدة هو التقارب الذي حدث مع بين أردوغان أو حكومة أردوغان والأكراد الموجودين في العراق، وبدأ يعمل يتغاضى عن اتفاقه مع حكومة العراق ويعقد اتفاقات صفقات مع الأكراد من خلف ظهر الحكومة المركزية للغاز والبترول، عمل اتفاقيات اقتصادية ضخمة مع